أزمة رونالدو وعمال فيت أيهما أعلى قيمة، العمل أم اللعب؟ دلوقتي البعض بيتكلم في كتير من صحف العالم ومحطات العالم إنه الاستثمار الرياضي واقتصاديات الرياضة، وإن كرة القدم بالأساس تقدر تعمل دخل قومي لبعض الدول، وفي مبالغات كتيرة جدا في هذا السياق. لا أعتقد إنه من الناحية العلمية، من ناحية علم الاقتصاد، إن ما يسمى الاستثمار الرياضي أمر صحيح. لا أعتقد إن يمثل أي نسبة في الدخل القومي لأي دولة، ولا أعتقد إنه ممكن يأتي بعملة صعبة تؤثر في توازن العملة الوطنية، ولا أعتقد أيضا إن بيخلق فرص عمل تستحق كل هذا الكلام. إنما في ناس كتيرة جدا مستفيدة من الكلام الكتير حول الاستثمار في الرياضة، وحول ضخ أموال في الرياضة، وحول العائد الاقتصادي للرياضة. أنا أعتقد إنه علميا غير صحيح إن الاستثمار في الرياضة يؤدي إلى كل هذه العوائد. بالعكس، في خطورة إن بعض الأندية في الدول اللي عندها تحديات اقتصادية مهمة في الصحة والإسكان والتعليم وحاجات كتيرة، وهذه الدول بتحاول تصعد إلى المستقبل بطريقة جيدة وسليمة، تفاجأ إن لعبة مهمة جدا زي كرة القدم يبدأ فيها أسعار اللعيبة تزيد جدا جدا، وفي هذه الحالة يبقى رأس المال الوطني مش قادر، ولا الشركات الوطنية قادرة إنها تخش في هذا السباق، وبالتالي تخضع لعبة كرة القدم من حيث الملكية والاستثمار إلى أموال غير وطنية. في هذه الحالة بيكون خطر، لأن في هذه الحالة القوة الناعمة لأي دولة جزء منها كرة القدم الآن أو الرياضة الآن. لما تكون القوة الناعمة جزء كبير منها في إيد أطراف خارجية، قطعا ده مش في مصلحة هذه الدولة أو تلك. في كل الأحوال اللي بقوله بوضوح إن ما يقال حول الاستثمار الرياضي في كرة القدم كله كلام غير علمي، مفيش أي تأكيدات علمية إن ده يؤدي إلى فرص عمل كبيرة، ولا إلى إسهام في الناتج المحلي الإجمالي، ولا إلى ترميم عجز الموازنة. كل هذا الكلام كلام مبالغ فيه وأصحاب المصالح بيروجوه، إنما لا أعتقد أنه استقر عالميا أن اقتصاد الرياضيات هو جزء رئيسي من اقتصاديات أي دولة، فضلا أن تكون من الدول النامية أو الصاعدة. هذه مقدمة ضرورية. إنما أيضا المقدمة الثانية الضرورية إنه في خطورة أخلاقية واجتماعية ونفسية ومهنية وإنسانية كبيرة جدا نتيجة أن يكون نجم المجتمع هو لاعب كرة قدم. لما يكون نجم المجتمع الأول لاعب كرة قدم، ونجمه الثاني لاعب كرة قدم تاني، ويبقى لاعبي كرة القدم هم دول النموذج السائد في المجتمع اللي كل الأطفال والتلاميذ وصغار السن بينشدوا أنهم يكونوا زيهم في المستقبل، ده معناه في خطر على بناء القيم في هذا المجتمع. أي مجتمع فيه لاعبي كرة القدم هم رقم واحد كنموذج أو قدوة أو تأسي، أو الكل عايز يدخل مدرسة كرة عشان يكون لاعب كرة قدم، ده خطر كبير جدا على أي بلد، بالذات وهي في طور النمو. لما تكون هذه الدولة أمريكا ولا بريطانيا ولا فرنسا ولا ألمانيا تبقى مشكلة محدودة أو لا مشكلة، إنما دول صاعدة ولسه بتنمو وتنشد أنها تحقق مشروعات قومية كبيرة وتمشي في هذا السياق، ده خطر اجتماعي كبير جدا. لازم يكون في هندسة للنخبة وهندسة للقدوة. ما ينفعش يكون القدوة والنموذج والمثل الأعلى لاعب كرة، ما ينفعش يكون النموذج والمثل الأعلى أحد نجوم الرياضة، إنما ينبغي أن يكون أحد نجوم العلم، علشان الكل يتطلع أن يكون عالم، أن يكون عالم في الفيزياء، في الكيمياء، في الأحياء، في الرياضيات، يكون عالم في الاقتصاد، يكون مثقف ومفكر كبير، يكون عنده طموحات مالية، رجل أعمال كبير، رجل صناعة كبير، مهندس كبير، طبيب كبير. لابد أن يكون القدوة الرئيسية عالم أو مفكر أو مهندس أو طبيب أو رجل أعمال، رجل صناعة، رجل اقتصاد. كل هذه النماذج هي الأنسب أنها تكون القدوة. لكن إذا المجتمع كله توجه أن هدف الرئيس يتطلع إلى ميسي
أو إلى رونالدو أو إلى ألف أو إلى ب، ده خطر كبير جدا، بدل ما يتطلع إلى علماء العالم اللي بيشتغلوا في محطات نووية أو بيشتغلوا في وكالات فضاء أو بيشتغلوا في علوم الفيزياء والكيمياء والطب والهندسة، اللي هم بنات الحداثة وبنات الحضارة وبنات العصر الحديث. يبقى خطرين كبار جدا المبالغة في موضوع الاستثمار الرياضي وإن ده له عائد اقتصادي، والخطر الثاني في القدوة المزيفة، إن في حد ما عملش حاجة وإنما نتيجة موهبة هو مالوش فيها حتى لو طورها، يبقى هو رقم واحد واثنين وثلاثة واربعة في المجتمع، في هذا النادي أو في هذا النادي، داخل مصر أو خارج مصر. وإن الناس اللي تعبت عشان تكون في مستوى مجدي يعقوب ولا فاروق الباز ولا أحمد زويل ولا فلان أو علان ما يكونوش هم النماذج اللي في المجتمع ويبقى سباق على نجوم كرة القدم. خطرين كبار جدا، مزاعم عوائد الاستثمار الرياضي والقدوة المزيفة بدلا من القدوة الحقيقية لمجتمع لسه بينمو ويتطور في اتجاه أن ينافس الدول الإقليمية والدول العالمية. هذه المقدمة بمناسبة أزمة رونالدو وعمال شركة فيات. في عائلة كبيرة جدا في إيطاليا من أغنى عائلات إيطاليا وأوروبا والعالم اسمها عائلة أنييلي. عائلة أنييلي ديت جات في القرن 19 1899 وبدأت مشروع شركة فيات للعربيات 1900 وحاجة بسيطة، طلعت أول عربية فيات 1908 عملوا أول محرك طائرات. بعد كده فيات بقت شركة مهمة جدا، طلعت عربيات مهمة عبر تاريخ السيارة من 126 127 وانت بقى ماشي بعد كده لغاية مصانع فيراري. فإذا مجموعة من سيارات الطبقة الوسطى وسيارات الطبقة العليا، و12 مرة في تاريخ الشركة خدت جائزة أفضل سيارة في العالم. لكن الاقتصاد مش مستقر والمنافسة دائما فيها جديد، فشركة فيات العملاقة، وطبعا كلمة فيات هي حروف من مقر الشركة الإيطالية في تورينو في إيطاليا، إنما هذه الشركة العملاقة والكبيرة جدا واللي بتطلع مجموعة فيات وألفا روميو وفيراري وسيارات أخرى فاخرة، هذه الشركة بدأت تعاني في السنوات الأخيرة نتيجة المنافسة. عندك الألمان عندهم تويوتا وغيرها موجودة بقوة في أوروبا، وعندك اليابانيين عندهم تويوتا وغيرها، والألمان عندهم فولكس فاجن، والفرنسويين عندهم بيجو، الثلاثة الكبار دول وآخرين موجودين بقوة في السوق الأوروبي، فالمنافسة بقت صعبة جدا. فالنجاح الكبير لفيات تراجع، وتراجعت فيات في السوق الأوروبي، وبعد كده حصلت مشاكل واضطر ان هم يسحبوا 300 ألف عربية فيات من أمريكا الشمالية نتيجة ان كان في عيوب فنية في الصناعة. كل ده أدى إلى تراجع أسهم فيات، وإن بقى فيها مشاكل حقيقية من تسريح العمال ومن خفض الرواتب والأجور ومن إضرابات ومظاهرات كتيرة جدا نتيجة المشاكل. الإدارة بتقول تقشف والعمال بيقولوا إحنا بنعمل اللي علينا، زي كل المشاكل اللي ممكن تكون في شركة كبيرة وناجحة بحجم شركة فيات الإيطالية. ما هو الجديد؟ الجديد إن الشركة عندها تصور إن العمال ممكن ينهضوا بالشركة من جديد بعد ما فيات اشترت كرايزلر الأمريكية وبقت مجموعة كبيرة جدا مجموعة السيارات فيات كرايزلر، إن هم ممكن يعملوا نقلة كبيرة جدا، إلا إن هم مش عارفين يتفاهموا مع الإدارة. الإدارة بتقول خفض نفقات وخفض أجور ورواتب، والناس كمان ممكن تمشي وتسيب شغلها. كل التقشف هو رؤية الإدارة، والعمال رأيهم التوسع والإنفاق علشان خاطر نطور مستوى العمال ونطور من مستوى الشركة. وبينما وإذ يختلفون فيما بينهم اللي هم العمال ومعهم نقابة عمال شركة فيات وإدارة وملكية شركة فيات، وهم بقى في هذا الجدل ذهاب وعودة من سنين، إذ فجأة لقوا أنه لاعب كرة القدم رونالدو بينتقل من نادي في أسبانيا إلى نادي في إيطاليا، نادي اليوفي اللي هو بتمتلكه نفس المؤسسة أو نفس العائلة اللي بتمتلك شركة فيات. نادي اليوفي هو شقيق
شركه فيات، الاثنين مؤسسه ماليه واقتصاديه واحده. وبعدين العمال فوجئوا اللي هم بيطالبوا بزياده محدوده جدا وشويه مزايا محدوده وانفاق على خطوط الانتاج افضل من كده. فوجئ العمال او نقابه العمال ان صفقه رونالدو لاعب كره القدم 100 مليون يورو على عده سنوات، وده رقم بالنسبه لهم صادم جدا، ان شخص واحد 100 مليون يورو، لاعب واحد 100 مليون يورو، وهم بقالهم سنين بيتحايلوا على الاداره ان هم ياخدوا ملاليم عشان يطوروا اوضاعهم، على الاقل ما يفصلوش الناس ويخلوهم يسيبوا شغلهم، يسرحوا عمال او يخفضوا دخلهم، ومره واحده شخص واحد بيلعب كوره ياخد 100 مليون يورو. وفي خطوه مفاجئه بقت حديث العالم كله، نقابه العمال في شركه فيات طلعت بيان. البيان ده فيه نصوص ذهبيه ملهاش علاقه بس برونالدو وشركه فيات، انما تنطبق الى اقتصاديات كره القدم في العالم والى النظام الانساني العالمي. بيان النقابه فيه من النصوص الذهبيه، يجب على شركه فيات الاستثمار في عمالها من اجل تعزيز الموارد، انها تستثمر في العمال عشان تكتر وتعظم وتعزز مواردها، مش ان هي تشتري لعيبه. وبعدين كملت، الالاف من الناس بدلا من واحد، عندك الاف العمال لكن شخص واحد اللي هو رونالدو اخذ كل هذا الرقم. فشوف الجمله الذهبيه، الالاف من الناس بدلا من واحد، يجب على شركه فيات الاستثمار في عمالها من اجل تعزيز الموارد. شوف بقى الجمله الذهبيه الثانيه في بيان النقابه، من غير المعقول ان تطالب الاداره العمال بالتضحيات وتقدم ملايين الدولارات من اجل شراء لاعب كره قدم. الجمله مره اخرى، من غير المعقول ان تطالب الاداره العمال بالتضحيات وتقدم ملايين الدولارات من اجل شراء لاعب كره قدم. ده الكلام الخطير جدا اللي قاله العمال، لان الشركه عليها ديون وعندها مشاكل وبتعاني كتير جدا، والاف العمال دول عندهم صعوبات في البقاء في الشركه، ودول بقى اللي بيتعبوا وقاعدين يشتغلوا بشكل حقيقي طوال اليوم في كل ساعات المحدده للعمل. هم بقى بيقولوا، هل اللعب اهم من الشغل؟ هل لاعب كره قدم ايا كانت موهبته اهم من الاف العمال؟ هل حد بدون ما يبذل مجهود انما طلع موهوب في هذه اللعبه اللي هي في النهايه لعبه ليست صناعه ولا علم ولا فكر ولا ثقافه ولا انتاج، هل ياخد 100 مليون يورو وكل هؤلاء العمال اللي قاعدين من الصبح لغايه الساعه كذا بيشتغلوا يوميا داخل شركه فيات، هل كل دول ما ياخدوش حاجه ولاعب واحد ياخد 100 مليون يورو، او بتعبيرهم الالاف من الناس بدلا من واحد؟ لان هذه الازمه البعض خدها بسطحيه وخد الموضوع ان هو يعني ما يستحقش التفكير، لكن تقديري ده من اخطر الموضوعات المهمه جدا التي ينبغي يتوقف فيها علم الاقتصاد وعلم الاجتماع بالدراسه والتحليل. هل يمكن ان يكون لاعب كره قدم بالاف العمال؟ هل يمكن ان يكون اللعب اهم من العمل؟ هل يمكن ان تنتهي الصناعه من اجل مثل هذه الصناعات الترفيهيه التي يمكن الاستغناء عنها؟ كل هذا الكلام لا يقلل من متعة وأهمية رياضة كرة القدم، ولا يقلل إطلاقا أن في ملايين المعجبين حول العالم، إنها من المهم جدا أن الناس تعيش، وأن الناس يبقى عندها قدوة حقيقية، وأن الناس تلاقي عائد منطقي لحياتها. مش كل الناس زي ما كان بيقول القذافي قاعدين بيتفرجوا على ناس بياخدوا ملايين الدولارات وهم بعد ما يقعدوا من المدرجات لا يجدوا أي شيء. الحقيقة إن بيان نقابة العمال في شركة فيات لم يوقظ الشركة فقط، وإنما أيقظ ضمائر العالم، وينبغي أن يوقظ ضمائر علماء الاجتماع والاقتصاد على السواء. في شرح وتحليل، في شرح وتوضيح ما ذهبنا إليه من تحليل بعض المقاطع بين مسيرة الشركة الكبيرة جدا
الشركة الإيطالية فيات، ده إعلان قديم جدا للعربية فيات 126 من عشرات السنين، وده إعلان عمره أكتر من نص قرن. 1961 ده إعلان تلفزيوني تجاري عن السيارة فيات. الإعلان ده كان سنة 61، بعد 10 سنين كان في إعلان شهير جدا لعربية فيات 127 بث عام 1971. عائلة أنيلي اللي تمتلك فيات فخر صناعتها العربية فيراري. تقييم شركة فيراري للسيارات لما حصل اكتتاب طبقا ليورو نيوز 10 مليار دولار تقريبا، 9 مليار و800 مليون دولار. ده رقم كبير جدا، وده يبين حجم ممتلكات وأعمال العائلة الشهيرة أنيلي التي تمتلك نادي اليوفي وتمتلك مجموعة فيات ومن بينها شركة فيراري. عائلة أنيلي زي ما قلت لحضراتكم اللي بتمتلك مجموعة شركات فيات فيراري، هي بتمتلك أيضا نادي اليوفي، وده افتتاح مبهر للملعب الجديد للنادي الذي تمتلكه العائلة. حافظ الله الجيش، حافظ الله مصر.